أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتورة أكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة مهمة جدا ألا وهي البحث والفلترة. طبعا في محاضرة سابقة أخذنا كيفية البحث مع تلوين الأمور اللي بحثنا عليها بالجدول. مثلا لو كتبنا هنا محمد، إذا لاحظ راح يظل لي محمد وموجود هو بثلاث خلايا، وراح يظل لي العمود اللي بي أو الصف اللي بي محمد. طيب هالعملية جميلة ولكن مو مجدية لو كان عندي الجدول كبير يحتوي على آلاف، يعني مثلا لو كان هذا الجدول ظاهر من عنده فقط هذا الجزء. طبعا هنا راح أشوف بس اثنين. طيب إذا أنا عندي مثلا ببداية الجدول وبنهاية الجدول، شو راح أقدر أوصل لهم؟ راح أضطر أنه أنزل إلى الأسفل، وبالتالي العملية غير مجدية وصعبة جدا. طيب شنو الحل؟ الحل لازم نحتاج بحث وفلترة مع التصفية. طيب عندنا هذا الجدول، وطبعا راح نعمل برنامج للبحث مع الفلترة. طيب إذا لاحظ أنه جدول كبير راح نستخدمه. طيب طبعا حتى نعمل هذا البرنامج عندنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى راح نحول هذه البيانات إلى جدول. طبعا حتى نحول هذه البيانات إلى جدول، أما نضغط على Ctrl T، أما من إدراج نختار جدول. أنا راح أضغط على Ctrl وحرف T، راح تظهر لي هذه النافذة، نضغط على موافق. طبعا لابد أنه نفعل هذا الخيار ومن ثم موافق. جيد، الآن بعد ما حولنا هذه البيانات إلى جدول، طبعا أيضا لابد أن نرجع مرة ثانية نحددهن حتى نتأكد من تحديد البيانات، ونجي إلى قائمة التصميم. طبعا هذه القائمة راح تظهر بعد ما حولنا البيانات إلى جدول. لاحظ هنا أنا مكتوب مثلا الجدول 1 أو التيبل 1 أو أي نص آخر، راح نمسح هذا النص وبالإنجليزي نكتب داتا. طبعا يفضل أنه الدي كابيتال داتا طبعا، ومن ثم موافق. إذا ألاحظ أنه هذا الجدول صار اسمه داتا. جيد، طبعا ضروري أنه هذا الاسم يكون داتا وتحتفظ بهذا الاسم. الخطوة التالية راح نضيف صندوق البحث. طبعا نجي إلى المطور، في حال لو المطور ما موجود عندنا هنا، طبعا نجي إلى ملف، ومن ثم نجي إلى خيارات، ومن ثم تخصيص الشريط، نتأكد من تفعيل المطور أو الديفلوبر، ومن ثم موافق. جيد، بعد ما جينا إلى المطور نجي إلى إدراج، وطبعا نجي هنا على عناصر تحكم ActiveX، نجي إلى هذا اللي هو مربع حوار، طبعا نضغط عليه، وراح نرسم مثلا هذه هي المنطقة صندوق بحث. جيد، الآن راح نجي نضغط على خصائص، راح نربط هذا صندوق البحث بالخلية C3. جيد، نجي من لينك اند سيل، نضغط هنا C3، ومن ثم نخرج. الآن بعد ما ربطنا صندوق البحث بالخلية C3، طبعا راح نجي نضيف هذا الكود اللي هو المستخدم بالبرنامج، راح نحدده، وطبعا راح يكون مرفق مع هذه المحاضرة. نضغط كليك ايمن، ومن ثم نجي نضغط كوبي. جيد، الآن راح أجي أضغط دبل كليك، طبعا أتأكد أنه التصميم مفعل، أضغط دبل كليك على صندوق البحث بهذه المنطقة، راح أحذف كل شيء موجود، ومن ثم ألصق كنترول في. طيب طبعا عندنا أمور مهمة لابد ننتبه لها. عندنا هنا النص اللي هو داتا، طبعا هذا داتا ضروري هو نفسه يكون بالجدول، يعني لو أجينا هنا بتصميم، لو هنا كتبنا مثلا بهاء، مثلا لو كتبت بهاء اي نص عجبني مثلا اكتب بهاء اسمي، ضروري اخذ كوبي لهذا النص، وطبعا اجي هنا اغير داتا الى بهاء. جيد، هنا عندي C2 اشوف الخليه اللي انا ربطتها مع صندوق البحث، هذه صندوق البحث ربطتها مع C3، ما ربطتها مع C2. لو ربطتها مع F مثلا 6، مع A2 A1، اي خلية انا ربطتها مع C3. وحتى اتأكد اجي هنا اضغط على المطور، وطبعا اجي الى خصائص، اشوف انه هنا مربوطة مع C3. جيد، فاجي هنا اكتب C3 باعتبار انا ربطتها مع C3، راح اكتب هنا C3، طبعا كابيتال او سمول لا بأس. و الجزء المهم اللي هو هذا الفايل 3، طبعا انا اريد ابحث على الاسم، اريد ابحث هنا بالاسم. طبعا اذا اجي الى عمود الاسم بهذا الجدول، كم رقم العمود؟ اذا اجي هنا تسلسل 1، الرقم 2،
الاسم 3. لو حبيت ابحث من خلال العنوان الوظيفي راح اختار 4. خلينا نجرب حاليا الاسم اللي هو راح يكون رقمه 3. فطبعا نجي هنا نتاكد انه موجود رقم 3. جيد. الان راح اخفي هذا واجرب صندوق البحث. طبعا بعد ما فعلته اجي هنا اضغط كليك يعني الغي تفعيل وضع التصميم واجي اجرب. مثلا راح اكتب محمد. طبعا ما كل انجا اكتب انجليزي, نكتب محمد. اذا الاحظ فقط يطينا محمد. مثلا اختار مثلا احذف كل شيء وراح اكتب مثلا سمير. الاحظ راح يطينا سمير. العملية جدا رائعة ومفيدة وسهلة في نفس الوقت. طبعا لو حبيت ابحث من خلال العنوان الوظيفي وليس من خلال اسم الموظف, سهلة, فقط راح يتغير العمود من 3 الى العمود 4. طيب ليش 4؟ 1 2 3 4. طيب شلون راح نغير؟ راح نجي الى المطور, وضع التصميم نفعله, نضغط دبل كليك على مربع النص, وطبعا راح نختار هنا طبعا موسي 3. راح نجي هنا هذه الثلاثة راح تكون 4. طيب ومن ثم نخرج. طبعا لا بأس انه هذا يكون بهذه المنطقة من باب الجمالية. ممتاز. الان راح الغي وضع التصميم. راح اجي اضغط هنا واكتب مثلا طابعي. طبعا راح لاحظ يظهر لي فقط الطابعي. لو كتبت مثلا مصمم راح يعطيني فقط مصمم. والان فقط خطوة اخيرة حتى نستخدم هذا البرنامج اكثر من مرة, لابد ان نحفظه بصيغة مايكرو. طبعا من خلال ملف, وطبعا نجي الى حفظ باسم, نختار اي مكان. مثلا انا راح اختار دوكمنت, وطبعا ضروري بالصيغة حفظ كنوع من تايب. ضروري نختار ثاني خيار اللي هو enable micro. ضروري جدا نختار enable micro ونختار اسم ومن ثم حفظ. وطبعا راح ينحفظ بصيغة مايكرو, بامكاننا نستخدمه اكثر من مرة. نتمنى ان تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.